بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر الشعب الاندونيسي، واحنا يعني في ظل الظروف الصعبة اللي بمر فيها القطاع، ويعني تقريبا احنا العيد اللي فات كان عيد سيء جدا جدا، ونشكر الشعب الاندونيسي على تبرعاته. يعني العيد ان شاء الله هذا العيد يكون عيد احسن من العيد اللي فات، وكان عيد اللي فات كله حروب وكان اوضاع صعبة، ان شاء الله في العيد الجاي العيد هذا نجيب العيد، وان شاء الله بيكون العيد هذا نفس العيد اللي فات اللي ذكرونا فيه الشعب الاندونيسي العظيم، ويكون عيد خير، العيد الكبير الاكبر والاضخم، ويكون ان شاء الله عيد خير علينا وعلى جميع المسلمين وعلى الشعب الاندونيسي، ونشكر الشعب الاندونيسي العظيم.